من خرج عن طاعة الله. نعم. شيطان سواء كان من الجن أو من الإنس. أيهما أخطر؟ شيطان الجن أو شيطان الإنس؟ أيهما أخطر؟ نعم. الجن؟ الجن؟ الإنس. لماذا؟ لأن شيطان الجن تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مثلا يذهب. أما شيطان الإنس لو تقول 100 مرة ممكن لا يذهب، ممكن يزيد يبقى. نعم. إذا لابد أن تحذر من شياطين الإنس وتحذر من شياطين الجن. قل لمن تصاحب أقول لك من أنت. إذا أريد أسأل عن هذا أسأل عن صديقي. قل لمن تصاحب أقول لك من أنت، يعني إذا أريد أن أعرف هذا أسأل عن صديقي، لأن الصاحب ساحب. نعم. يسحبك إما إلى الخير أو إلى غيره.